خلينا نحكوا عليه مستقبل دينارنا الليبي. هل بناس كانوا يتوقعوا من ان يعني الناس العادية تسأل تقول ان توحد مصرف ليبيا المركزي من شأنه ان يخفض او يقوي سعر الدينار الليبي؟ خلينا نعطوا لمحة بسيطة عن العملة المتداولة في السوق. ايش معنى العملة المتداولة؟ معنى العملة الورق العشرينات والخمسينات والدينار والخمسة والربع جنيه والكلام هذا كله. الكاش 63 مليار دينار ليبي مقسم بين 43 في الغرب و20 في الشرق. ودائع تحت الطلب، شو معناها ودائع تحت الطلب؟ معناها الفلوس اللي موجودة، رصيدك قاعد اللي في البنك، عندك 1000 جنيه في البنك، مش ورق، عندك تسأل تمشي في مصر بيقول لك عندي 1000 جنيه، هذا هم ودائع تحت الطلب. 79 مليار دينار في المنطقة الغربية زائد سامحني 79 مليار دينار في ليبيا شرق وغرب وجنوب. هذا كله يساوي 142 مليار دينار ليبي. تعرف في 2011 كانوا 49 مليار، يعني من ال 51 تأسيس الدولة الليبية لل 2011 ليبيا كونت ثروة تقدر ب 49 مليار دينار. السيد الصديق الكبير خلال 10 سنوات خلاها مش ضعفت 10% ولا 20%، ثلاث مرات، من أكثر من ثلاث مرات، من 120 من 49 مليار يقول 50 مليار ل 142 مليار، قريب مرتين ضعفين المبلغ اللي كان موجود. سيد نعمان البوري، هل نحن أمام قنبلة موقوتة بتنفجر في وجه الليبيين اسمها الدينار الليبي؟ ماذا سيحدث لو نزل برميل النفط لمثلا 50 دولار أمريكي؟ اليوم نتكلموا عليه حاجة و80. ماذا لو وقفت حرب أوكرانيا مع روسيا؟ شوف سيد أحمد، اليوم أنت حضرتك تكلمت على الكتلة النقدية اللي موجودة، واليوم أصبحت 63 مليار، وفي 2011 كانت تقريبا 10 مليارات، أو قبل الثورة كانت تقريبا 10 مليار. الكلام هذا صحيح طبعا، ما ننسوش أن من الثورة من 2011 وأطلع المصرفين في الشرق وفي الغرب استمروا في طباعة الفلوس، طبعت كميات هائلة من الفلوس لحل أزمة السيولة، وكانوا فاكرين أن الطبع حيحل مشكلة السيولة، وفي الحقيقة ما حلش مشكلة السيولة إلا بعد تغيير سعر الصرف، توحيد سعر الصرف. اليوم لما نجون نتكلموا على مصير الدينار الليبي، اوكي، مصير الدينار الليبي، بالله سيد نعمان بس عذر عن المقاطعه، لكن انا راو نشبح فيكم انتم الاقتصاديين كلهم فاهمين شنو مستقبل دينارنا الليبي. اليوم وصلوا الفكره هذه للناس البسيطه، خلي حتى الناس البسيطه مرات عندهم ما هو اليوم. سيد احمد، انت عندك حكومتين قاعده تصرف، حكومتين قاعدات يصرفن، يعني راو في الشرق في اقراض، وفي المنطقة الغربية في صرف من دخل النفط ومن الإقراض من الاحتياطي الخارجي. عندك نفط قاعد يباع بالمقايضة ويستورد منه بنزين. راهو نحن لو نجو نتكلم ونقوله في 2022 كم الميزانية الفعلية اللي صرفت لحكومة الوحدة الوطنية، راهو نتكلم على 200 مليار دينار ليبي، اكبر ميزانيه في حياتنا. او خليك من الكلام ان هم صرفوا 120 و100 راهو 201 مليار دينار اللي صرفت. صحيح. وعندك في المنطقه الشرقيه في فلوس قاعده تصرف على الحكومه، يعني ما مستحيل في حكومه موازيه 20 مليار، يقولوا 16 لكن هي 20 مليار. اللي سمعنا تو ما بعناش ارقام، ولكن اللي سمعنا حدود 16 مليار. اوكي، يعني لما تكلمنا على توحيد سعر الصرف، وكنا في برنامجك يا استاذ احمد عيطنا على توحيد السعر وعلى تخفيض قيمه الدينار اللي هي ساهمت في حل جزء كبير من المشكله اللي كنا عايشينها بين 2015 الى 2020، ولكن الكارثه الكبرى اللي هي السياسه الماليه، انك انت اليوم استغل تغيير سعر الصرف لزياده الانفاق. صح،
فاليوم عندك بند رواتب يا استاذ احمد اللي كان في 2018 كان في حدود 22 23 مليار، اليوم اصبح 60 مليار. صحيح. ف مستقبل الدينار الليبي وين؟ سامحني، مستقبله طبعا للهاويه اذا نحن قاعدين نصرفه في اضعاف ما ندخله من ايرادات نفط.